السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناتي، قناة تحديات المرأة العاملة سامي سارة. اليوم جبتكم بوصفة طلبوها بزاف الناس، حنجربها معاكم، تاع لا كريم غلاسي ايس كريم كاراميل. دوك نديروها ونجربها ونقول لكم النتيجة تاعها منا. نبداو بسم الله على بركة الله. المقادير: نسحقوا كاس حليب يكون بارد، نسحقوا نص كاس تاع بودرة الشانتيي، نسحقوا دو فلون كراميل، ونسحقوا فلون بودر كراميل تاع 100 غرام. دونك نبداو بسم الله، نحطوا الكاس تاعنا تاع الحليب، نزيدوا له بودرة الشانتيي، نزيد نخلط فلان كراميل، نزيد واحد ساشي تاع فلان تاع 100 غرام، المكونات تاعي بالدراب حتى لوين يطلعوا مليح. بسم الله، هاو ليك القوام تاعو بعد ما كملنا. شوفوا مليح القوام تاعو باش تكون عندكم فكره. هاوليك القوام يقعد كريمي، تخي تخي موسو، هاوليك كريمي. والمبتدئات ولا اللي تشوف قعدت لها، باسكو كل كريم شانتيي وكيفاه، اللي شافت بليك مازالها سائله تزيد لها مغرفه تاع بودر شانتيي. نحوسو قالب وين نحطو هاد لاموس تاعنا. فوالا، هاوليك انا حنديرو في ان مولا غراتان. كاينه حاجه واش حنديرها، ندير لها هذا البابي فيلم، نسبقو هو الاول باش كي نروح نقلبها من بعد يجيني ساهل القلب تاعها باش نحيها فاسيلمون من المول. كوم وصفه راني نجربها معاكم، قوامكم شفتوه كيفاش يكون. قلت لكم ني تجيها شويه خفيفه، ما تتقلقش، تزيد مغرفه تاع بودره الشانتيي و سي بون، ما يكونش عندها مشاكل ان شاء الله. مع هاد لو كونفينمون نجدو لا كريم تاعنا في الدار، ما فيش مشكل ان شاء الله، ان شاء الله ربي يرفع علينا هاد الوباء. خليلو كاع شويه شويه منا باش يجيني ساهل كي نقلبو. فوالا، نمسيه مليح مع لو بلا تاعنا ونحطو هنايا. وهو تري كريمو، راهو فريمون تري موسو، يعني راهو واحد القوام رائع. هاوليك، وضربوه هنايا، لازم الباتور باش تضربو حتى لوين يدوب السكر تاع الفلون، وتدوب ويتخلطو مليح المكونات تاع هذاك الفلون ليكيد كاراميل. فوالا، هدايا نسويوه مليح. نخليه على الاقل 6 سوايع في المجمد، نتلاقاو ان شاء الله في صحن التقديم. هاوليك لا كريم تاعنا بعد ما وجد يبس، خليتو اكثر من 6 سوايع داخل المجمد، معك شبحتو بشويه كاكاوات غري كونكاسي كاوكاو محمص وهرستو شويه. فوالا، ودرتلو شويه مفوق شويه كراميل. وبلي تحب دير ان اوتر غو فريز ولا فاني ولا بانان كيما تحب، تبدل برك النوع تاع الفلون ودير ياغورت على حساب النكهات اللي حبيت ديرها.
درت لكم تاع الكراميل جربتها معكم، نخليوها حوالي هكذاك 10 دقائق حتى 15 دقيقه باش نقدروا نقطعوها. هاي ليك الكريم غلاسي تاعنا، فريمون رائعه. لا تيكستور تاعها هايله، مذاق المذاق رائع، يعني المذاق رائع. هكذا ما تبقى لي نقول لكم غير شهيدكم ان شاء الله في الجنه، تبقاو على خير والى الملتقى ان شاء الله.